وصية بطلب العلم. طالب العلم تا وصيت. لابد أن نطلب العلم. لازم يخبرنا شباب وقت علم طلبه. طلب العلم ينقسم إلى قسمين. طلب العلم ده علم طلب بدو قسمة دي. فرض وسنة. فرض أو سنة. الفرض هو الذي لابد أن تتعلم. فرض هذا يا غينا لابد ده خام خاغ بيادي. التوحيد. توحيد شو؟ أركان الإسلام. الإسلام أركان شو؟ الإيمان. إيمان. الإحسان. الإحسان. كيف تصلي؟ زنجب أبونس كيف؟ يأتي شهر رمضان كيف تصوم؟ رمضان بيشرع ذي رجب سنجب. تريد تذهب للحج لابد تتعلم الحج. حج تزي لازم خبرتي حج أحكامي. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوارد شوي دي دير زياد نصيحات كده ده غب علم ما عندي كده. الإنسان يرتفع بعلمه. إنسان بعلم باندي وشتيه. قيمة الإنسان بما يتقن. إنسان قيمة بدي باندي ذا جسب أكيد أن علم. ولابد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمها الناس. هم دارن لازم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يادك وخلقته وخايو. كل واحد منا سيسأل يوم القيامة. ممكن إذا حد يونا بدي قيامته ورز تبوسكي. يسأل الله سبحانه وتعالى. الله رب العالمين بتبوسكي. هل النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة؟ آية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة. نصح الأمة. أمت نصيحة كره ده. بلغ. خلقه ده تبليغ رسوله ده. جاهد في الله حق جهاده. الله بلارك حق جهاد كره ده. بماذا تجيب؟ تقول نعم. تقول أسا جوابك تقول أو بالكل. يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذا، هل تعلمناه؟ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمناه؟ الله بده مننا تبوس كي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وديا غبون ياد كدي دي. هل عملنا به؟ مونك عمل كدي دي. هل دعونا اليه؟ مونك اخي طرف دعوات كدي دي. هل صبرنا على العلم؟ هاي مونك علم حاصل اولو باند صبر كدي دي. صبرنا على العمل؟ بعمل كولو كي صبر كدي دي. صبرنا على الدعوه؟ دعوات كي صبر كدي دي. ستسال. ده تبوس بكيجي. فاعمل الان قبل ان تسال ولا تجيب. ندوسنا عمل شروكه مخكده دينا شي سؤال دنا وشي وجواب نشي ورقه. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الله اعلم، صلى الله على نبي محمد وعلى صحبه وسلم. الله رب العالمين نزال وطول المسلمان دبار التوفيق، وصلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليه الصلاه والسلام.